مرحبا بكم سيداتي وسادتي في قناة عالم السيارات. سيارة اليوم هي تويوتا هايلوكس الجديدة كليا. إضافة جديدة إلى غطاء المحرك القوي هو محرك ديزل قوي سعة 2.8 لتر بقوة 204 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، مما يسرع هيلوكس من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 10 ثواني، يعني 2.8 ثانية أسرع من الديزل الحالي و 2.4 لتر لا يزال متاحا. المحرك الجديد متاح مع نقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ويتم تسليمه مع الدفع الرباعي كمعيار قياسي، وهو متوفر لأنماط الجسم الإضافية. وقد تم الآن توسيع حمولة هيلوكس إلى 1 طن وقدرة سحب تصل إلى 3.5 طن لتشمل جميع أنواع هياكل الدفع الرباعي، الكابينة المنفردة والكابينة الإضافية والكابينة المزدوجة. في الداخل توفر مجموعة العدادات المعاد تصميمها وشاشة المعلومات والترفيه الجديدة مقاس 8 بوصة للسائق جميع المعلومات المهمة، تضمن الأزرار والضوابط الميكانيكية للتشغيل الأمثل في جميع الظروف القيادة. كما تم تحسين نظام وسائط المتعددة والذي يستجيب الآن بشكل أسرع للمدخلات ويسمح بدمج الهاتف الذكي عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. تتضمن قائمة المعدات الطويلة من بين أمور أخرى نظام دخول وبدء بدون مفتاح ونظام الملاحة والتحكم التلقائي في المناخ وأجهزة الاستشعار ووقوف السيارة في الأمام والخلف ونظام صوت جي بي إل بروميير مع 9 مكبرات صوت ومدخن 8 قنوات بقدرة 800 واط وتقنيات كلاريف. كما تم تحسين إمكانيات طرق الوائر أيضا، توفر وظيفة إلكترونية في متغيرات الدفع الثنائي تأثير التفاضل الميكانيكي المحدود للانزلاق وتقليل سرعة التباطؤ من 850 إلى 650 دورة في الدقيقة وزيادة التحكم في دواسات التسارع الدقيقة. يضاف إلى ذلك برامج الثبات الإلكتروني المعدل VCS والمراقب زاوية الإطارات. سيتم بيع السيارات في أوروبا وبالضبط في ألمانيا في منتصف سبتمبر. سيبدأ البيع المسبق في الأسابيع القليلة المقبلة. قدم هيلوكس المحدث الذي يصل إلى صالات العرض الأسترالية في أواخر أغسطس، إنتاج أفضل من محرك الديزل توربين الأكثر مبيعا بسعة 2.8 لتر بسبب المكونات الجديدة المتعددة والتبريد المحسن. تم زيادة القدرة القصوى إلى 150 كيلووات مما يعني 15.3%، بينما تم رفع دورة عزم الدوران في الموديلات الأوتوماتيكية حتى 500 نيوتن متر مما يعني 11.1%. تحتفظ مجموعة هيلوكس التي تم ترقيتها بمحرك تيربوديزل سعة 2.4 لتر ومحرك بنزين رباعي الأسطوانة سعة 2.7 لتر إلى جانب 3 ناقل حركة ومحرك 4X2 و4X4 و3 أنماط هيكل، كابينة مفردة وإضافية ومزدوجة وتكوينات بيك أب وهيكل الكابيني و5 مستويات للمعدات بترتيب تصاعدي في طرازات الدفع الرباعي مع تحكم في مساعدة على المحاضرات. هناك ميزة إضافية للتحكم في الجر عند استخدام وضع الدفع الثنائي، يعيد توجيه عزم الدوران للمساعدة في الإمساك في الظروف الموحلة أو العشبية في مواقع العمل. تم ترقية سحب المتغيرات الدفع الرباعي هيلوكس الأوتوماتيكية بما في ذلك زميل العمل الجديد بهيكل كابين المزدوجة ومشتقات SRS. تم تصنيف جميع محركات ديزل تلقائية في 2800 كيلو جرام بزيادة تصل إلى 300 كيلو جرام. سيبدأ تسويق سيارة هيلوكس الجديدة في أوروبا الشرقية في يوليو وفي أوروبا الغربية في أكتوبر وفي فرنسا اعتبارا من يوليو 2021. يرجى مراجعة الموديل العلاقات العامة المحلية للحصول على التفاصيل الدقيقة. للمزيد من المعلومات المرجو متابعتنا على قناتنا عالم السيارات. أصدقائي الكرام، نتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بالتوفيق.